الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على سيدنا أولين وآخرين محمد النبي أمتي وعلى آله وصحبه من ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب الثالث، المبحث الثالث على السجود والسهو. وفي هنا هذا الباب السجود والسهو على حكمه وأنواعه وأسبابه، والحكم السجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المغيرة: واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع، وأنه إذا سهى في صلاته كفر ذلك بالسجود. أما حكم سجود السهو فمشهور مذهب مالك أنه سنة، سواء كان خبريا أو بعديا. هو سنة لو كان قبليا أو بعديا. هذا مشى عليه خليل في مختصره. أما السجود البعدي فلا خلاف لعدم وجوده، أما السجود القبلي فذهب إلى رشد الجد في أجوبته، وإبن رشد الحفيد في بداية المسجد، والقاضي عبد الوهاب إلى وجوبه. وقال القاضي عبد الوهاب الذي يقتضيه مذهبنا أن سجود السهو للنقصان واجب في الصلاة، لأن مالكا اختلف قوله فيه. قال: فإن تركه حتى طال أو انتقض وضوءه. هنا دي يتكلم عن الاختلاف، لأنه هذا ليس المشهور المذاهب الآن، كويس، لكن هيبين وهنرجع في النهاية على الكلام اتفقوا به الجمهور العلماء المالكية. يلا امشي قدام. وإن فقد وضوءه أعاد الصلاة. وكان الشيخ أبو بكر الأزهري يمتنع من إطلاق الوجود، ويقول إن الصلاة تعاد تركه، وعندي أن ذلك خلاف في عبارة، لأن القرض حاصل فيه وهو فساد الصلاة بتركه، وهذا فائدة الوجوب. نعم، وهذا فائدة الوجوب، وهذا كلام موجود في الإشراف على فن مسألة الخلاف. الخالي عبد الوهاب ده في الخالي عبد الوهاب البغدادي. أمشي. حكم السجود القبلي إن كان على ثلاثة سنن. إن كان على ثلاثة سنن، كما طرحنا في الأخبار ده، هنا ده جابوا هنا ده الواجب، وشوف الكلام هنا ده جابوا ثلاثة وما عملت السجود الصلاة سيكون كيف؟ إن جاب ثلاثة سنن ناقص، أو هنا ده سيكون وما جاب السجود السهو حكم سيكون كيف؟ أنا سألتك سؤال. أنت عندك ثلاثة سنة ما سويت، أو أنت ناقص ثلاثة سنة، كويس، وبعد ذلك ستكون أي ما سويت كيف؟ أنا قلت إن ما سويت،
أنا ما سألتك قبل وبعد، إن ما سويت سهو الحكم شنو؟ ما تبنى على اليقين هنا. أنت ما أمرت السجد السهو سيكون كيف الحكم حقك؟ السجد السهو ها؟ خلاص كويس هنا السؤال، يعني أنت ما شئت على شنو؟ أنا ما أفهمك. بنى على يقين، زو أسألك سؤال الرأس ماشي وين أنت؟ لا إله إلا الله. هذا الأشكال للسؤال يزون أنت نسأل أسأل بحاجات فوق المفهوم مهم. يلا أمشي بابا. أما السجود القبلي الذي محله بعد الفراغ من التشهد ودعاءه، سيجب على المصلي أن يرفع أن يعرف أن الصلاة لا تبطل بترك السجود القبلي عمدا أو تعمدا على الشروط ثم ترك، إلا إن ترتب على ترك ثلاث سنن فأكثر. على ثلاث سنن فأكثر. كويس. أمشي. وطار الفضل أو خرج من المسجد وطار ثلاث تكبيرات أو اثنين مع تسميعه، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم، وسيأتي تفصيل ذلك. تكلموا عن الثلاثة دي من الحجر من السنة. كويس. أمشي. سجود السهو واجباته وسننه. في سجود السهو خمس واجبات هي النية والسجدة، السجدة الأولى، السجدة الثانية، والجلوس بينهما، والسلام. لكن السلام واجب غير شرط. نرجع لكلامنا لأنه الكلام ده مهم. السجود السهو خمسة واجبات. عنده خمسة شنو؟ واجبات. خمسة واجبات للسجود السهو. بعض الناس يدخل على السجود السهو، لما أدخل على السجود السهو ما فاهمين عنده الواجب فيها. كويس؟ سيكون شيء ناقص من الواجب سيكون كيف؟ يقتله. لأنه إيه؟ دي هنا ده، دي هنا واجب. دي الواجب الصلاة، هنا ده دي الواجب السجود السهو. يلا أمشي. ثاني ما عادي في سجود السهو خمسة. نعم. النية هنا ده نرجع على النية، نفس النية موجود كده. كويس. الشروط كان موجود مع النية في الصلاة، هنا ده النية في سجود السهو. كويس. أنت عندك نية لأنه أنت تفكر على إيه؟ على يا أنا ناقص يا أنا في زيادة. لما تفكر على ناقص وزيادة حقك ده هنا أصبح محل إيه؟ النية. كويس. النسيان وما يفكر فيه هذا ما يكون النيات على ذلك، إلا ستكون شنو؟ إلا ستكون تذكر. كويس. لما تذكر ننزل النية، مش لازم نعمل زي الناس بعملوا في الصلاة وكده وترفع يدين وعمل كده كده، يعني في الصلاة ذاته أصلا كده. أمشي. السجدة الأولى. والسجدة الأولى، دول ما جابوا السجدة الأولى بيجيبوا الثاني كيف؟ ما ممكن، مستحيل. نعم أمشي. والثانية. نعم. الجلوس بينهما. نعم. الزول ما جلسوا بينهما وراح زي ماشيين باللوري أو حاجة كده أو بالبوكسي ده، ده سيكون ما جاب الحق السجود السهو ذاته. وشنو تاني؟ والسلام. لكن السلام واجب غير الشرط. لكن السلام ده واجب غير الشرط، لأنه إيه؟ هو الواجب أصلا من الأول ده على الصلاة. لكن هنا ده أنت رجعت على سجود السهو. كويس. ولازم أنت أخرج من الصلاة إن كان عندك
السجود قبل السلام، ان عندك سجود الوحي كويس، بمعنى ايه؟ انت خرجت من الصلاه وعندك سهو، لانه ايه؟ عندك زياده كويس، وبعد ذلك هنا ده اصبح شنو؟ السلام بدون شرط كويس، لانه ايه؟ انت خرجت من الصلاه اصلا كده، وهنا ده سيكون ناقص كويس. نفس الكلام الموجود مع السلام الاول هو مع هنا ده كويس. نعم، والسلام الواضح، السلام عندنا كيف؟ احكي لي بصوتك، انا ما سامع. السلام كيف لما اخرج من الصلاه؟ السلام عليكم. الثقه كيف؟ السلام عليكم. السلام عليكم كويس، لازم الثقه تكون واضح. ها انا ما قاعد اسالك بحاجه انت لا تعرف، ما 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 تخوف، يلا امشي قدام. لاحظ في سجود السهو قبل النوم، وان وجبت فيه هذه الخمس الا ان يدخل من درجه في نيه الصلاه والسلام منه.